فوقنا حوالي 4 حارات، ما اعتقدش ان هي تقل عن كده زي ما انتم شايفين. بيعملوا حوائط خرسانه او جوانب السانده يعني خرسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو هوريكم فيه توسعات الدائري من اتجاه طريق الواحات لحد نزله الطريق الزراعي او الطريق الحر يعني. انا لسه طالع من طريق الواحات حالا، عندي دريم كده زي ما انتم شايفين. هو لسه ما بدأوش في الشغل هنا، بس قدام شويه هنلاقي فيه شغل. انا كده على شمالي دريم لاند، او خلاص هي عدت يعني، او دريم بارك يعني. الجزء اللي احنا داخلين عليه ده بيعملوا نفق، ان في وصله جديده بيعملوها من هنا تودي على الشيخ زايد من ورا بالم هيلز ونيو جيزا من وسط دريم لاند يعني. زي ما انتم شايفين في تحويله اهيت. التحويله دي عشان بيعملوا النفق اللي هو يودينا على الطريق اللي انا بقول عليه، طريق مباشر كده بيودي على الشيخ زايد على طول. هو النفق تقريبا خلاص، بس في تحويلات مروريه في الحته دي، وتحويله سالكه يعني ما بتقفش كتير يعني. زي ما انتم شايفين يعني. من بعد التحويله دي او من بعد النفق اللي بيتعمل ده هنلاقي التوسعات شغالين فيها كويس قوي. هحاول اعدل لكم الكاميرا بس يمين كده. زي ما انتم شايفين على يميني هنلاقي بيوسعوا الطريق جامد جدا يعني، هيضيفوا 3 حارات للطريق القديم وبيعملوا طريق خدمه على اليمين للنقل. هم بداوا الشغل هنا من فتره، بس خلاص يعني هم حطوا يعني نزلوا السن والكلام ده، فخلاص على طبقه الرصف. الطريق هيكون واسع جدا، وده استكمال توسيع الدائري اللي احنا اتكلمنا عليه وشفناه في فيديو سابق يعني. زي ما انتم شايفين هم دلوقتي بيقطعوا في يعني في تلال رمل كده على اليمين، بيلموها وبيشيلوها خلاص عشان التوسعه تبقى شغاله. انا مش عارف هي باينه معاكم ولا لا، بس من قدام كده عند اليافطه الزرقاء اللي جايه هتلاقوا شكل التوسعه. الطريق هيكون كبير جدا بصراحه يعني، هيوصل حوالي يمكن 8 حارات. بتهيألي هيبقى في طريق رئيسي وطريق خدمه زي ما انتم شايفين على يميننا بالظبط. يا رب تكون باينه معاكم بس. واحنا مكملين في طريقنا كده هنقابل اول نزله اللي هي نزله الصحراوي، او هي واصله بتوديك على الصحراوي يعني. هي واصله بتوديك عند منطقه حازم حسن كده ومرسيدس، بتربط مع طريق الصحراوي القاهره اسكندريه الصحراوي يعني، قبل ما توصل المحور. هي النزله اللي جايه دي على يميننا. لو ركزتوا في اليمين خالص هنشوف الاهرامات باينه ومنطقه مساكن الرمايه وحتى احنا كده في العالي هتلاقوا قدامكم على طول منطقه او الجيزه كلها باينه تحتنا كده، ان احنا كده في العالي قوي يعني. نبدا ننزل، مش عارف هيكون الصوره باينه معاك ولا لا، بس هو الجو يعني صافي شويه فممكن تبقى الرمل اللي قدامنا دي وراها على طول المتحف الجديد، المتحف المصري. هو مش هيبان معانا لان في حواجز كده على الطريق، فمش هيبان من فوق الدائري. النزله اللي جايه هنلاقي نزله ميدان الرمايه اللي هي بتنزل جنب المتحف المصري بالظبط، بتوديك على ميدان الرمايه وشارع الهرم. هي قدام شويه، انا كده يميني انتباب الرمل دي وراها المتحف المصري. الحته دي مكسره شويه لسه، هم شغالين في احلال الطريق يعني، بيشيلوا الطبقه القديمه وبيعملوا طبقه جديده للرصف. قدام شويه هوريكم هم خلصوا في اماكن لسه شغالين فيها، بس المنطقه دي كلها بيعملوا، لكن مفيش توسعه هنا يعني. هو لحد دلوقتي ما بانش اي حاجه بتقول ان هيكون في توسعه هنا، وبالتالي هيكون صعب ان هو يعمل توسعه هنا الا اذا كان في نيه للازاله بقى للحاجات المريطيه هي اللي جايه دي. حتى في هنلاقي دخلت وصله المريطيه اللي بتوديك على دائري المعادي او المنيب يعني. احنا يا رب بس ما يكونوش قفلوا الطريق لان هيهدوا العماره اللي كانت ولعت على الدائري. ان شاء الله مش قافلينه لسه.
انا كده في النزله اللي على اليميني دي، دي نزله المريطيه، والدخله اللي جايه على اليمين برضو اللي انتوا شايفينها دي، دي نهايه وصله المريطيه، سواء الكوبري اللي جاي من ناحيه المعادي او زي ما انتوا شايفين على اليمين اهيت، دي دخله بتوديك على دائري المنيب والمعادي. هنكمل على طول. المنطقه اللي جايه دي شغالين فيها احلال للطريق، بيشيلوا طبقه الرصف القديمه اللي كلها تكسير شويه، وبيعملوا طبقه رصف جديده. طبعا احنا شايفين امن واقف على اليمين عشان العماره تتهد، وغالبا هيقفلوا الطريق يعني قبلها بساعه ولا حاجه، هم اعلنوا عن كده. احنا داخلين تقريبا على المكان اللي فيه العماره. زي ما انتم شايفين هو الدائري في الجزء ده زحمه شويه، ولسه ما بداوش فيه توسعه. يعني هو في مكان للتوسعه، هتلاقي في فرق بين العمارات والدائري حوالي 8 متر ولا حاجه، فغالبا ده اللي هيتعمل فيه توسعه، بس هم لسه ما بداوش فيه. لو خدنا بالنا على يمين على شمالنا كده في الجنب الثاني، العماره اللي هتتهد، العماره المحروقه دي بدات تظهر معانا. مش هي دي اللي على شمالنا، لا اللي بعدها، ايوه اللي جايه بقى هي دي العماره. طبعا هم هدوا اول اربع ادوار، وبيحطوا في الاعمده ديناميت بطريقه معينه، بحيث ان هو لما بيتفجر العماره بتنزل في مكانها وما تميلش يمين ولا شمال، وده اللي المفروض ان هو هيتعمل النهارده كما يقال. يعني انا مش متاكد من الخبر ده، بس هو العماره لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا الاعمده كلها عليها زي قمصان كده وشكلها جاهزه، بس انا ما اعتقدش ان هي هتتعمل النهارده، لان انا مش شايف امن كتير ولا حاجه، بس هو الناس واقفين فيها من جوه بيظبطوا حاجه. خلاص هي عدت. زي ما انتم شايفين الدائري هنا بيعملوا له احلال بس لطبقه الاسفلت، خلاص كده الحته اللي شايلينها انتهت، لكن الطريق هنا لسه ما بداوش فيه توسعه. هنكمل قدام شويه اوريكم بقى، يعني المفروض هيقابلنا محور صفت، وبعد كده هيقابلنا محور 26 يوليو، وفي نزلات طبعا للناحيه والجزء اللي هو ارض اللواء والاجزاء او المناطق دي. كده محور صفت، وصلنا محور صفت، هو اللي على يمين هنا. قلنا يعني ان هو بينزل، عملنا فيديو قبل كده عنه، بينزل عند جامعه القاهره ودخلك على الجيزه ومنطقه الدقي جامعه القاهره. طبعا كل اللي على يميننا ده في مكان للتوسعه، والعمارات بينها وبين الدائري لو رحنا يمين شويه واحده واحده كده، هنلاقي ان بين الدائري والعمارات دي حوالي 8 متر ولا حاجه. انا مش عارف هيكون في توسعه هنا ولا لا، بس اكيد يعني طالما بنوسع في مكان لازم هنوسع بقيه الطريق عشان ما نعملش عنق زجاجه زي ما بيقولوا. وصلنا كده لنزله محور 26 يوليو. طبعا اللي جاي من ناحيه الهرم مفيش نزله هنا، يعني ما بتنزلش نزله توديك على ميدان لبنان. انت لو انت رايح ميدان لبنان بتنزل النزله اللي بعدها كانك رايح 6 اكتوبر، وتطلع تاني الدائري، تبقى كانك راجع في اتجاه الهرم تاني، وتنزل النزله وتقابلك الاولانيه برضو، دي اللي تنزلك على ده نزله، هي دي النزله اللي انا بقول عليها. هي لفه كده، لان والمحور طبعا حارتين او ثلاث حارات، ف قافلين النازله اللي هي الناحيه دي عشان يبقى في يحكم شويه يعني عدد العربيات اللي نازله في اتجاه ميدان لبنان، لان كان بيحصل ازمات كثيره او كانت زحمه جدا، كانت بتعمل مشاكل. زي ما احنا شايفين كده الدائري هنا لسه ما التوسعه ما بداوش فيها، لكن لو لاحظنا، انا نسيت بس اقول ان الحواجز اللي بين اللي رايح واللي جاي، لو بصينا على شمالي على طول الحاجز اهوت، اماكن القواعد بتاعه الاعمده اللي هي الهاي ماست دي، الاعمده الجديده اللي معموله على طريق الفيوم وطريق السويس وطريق الاسماعيليه، بتتعمل طبعا على الدائري زي ما قلنا في الفيديو، هي خلصانه هنا الاعمده، القواعد الخرسانيه بتاعتها. المفروض كل الطريق الدائري هي اللي على الشمال دي انتوا بتشوفوها اللي احنا بنعدي عليها، فاضل بس تركيب الاعمده وده ان شاء الله قريب. داخلين كده على محور عرابي. قبل محور عرابي في منطقه هنا كده اسمها لعبه، بجد يعني هي اسمها لعبه.
دي اللي هتبقى نهاية محور، هو على يميني بس انا برضو مش عارف اوريها لكم. ده محور هيبقى نهاية محور ترعة الزمر. المحور ده محور كبير جدا، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عليه، بيجيب من جوه الجيزة بعرض الجيزة كلها. محور هيكون حاجة زي كوبري 6 اكتوبر كده، حاجة متوقع ان هو هينقل 5 مليون بني ادم كل يوم يعني، او هيعدوا على الطريق على المحور. نهايته هتكون في المنطقة اللي عدت، لكن الدخلة اللي جاية دي في على يميني كده نازلة، دي نازلة محور عرابي، أحمد عرابي، بتوديك أو اللي هي في إمبابة يعني، بتوديك بتنزلك على المهندسين على طول في شارع شارع أحمد عرابي في المهندسين، واللي هو بيوصلك برضه على شارع جامعة الدولية. لكن إحنا مكملين على طول المنطقة اللي إحنا فيها اسمها بشتيل، قدام شوية هكمل لكم على النازلة اللي جاية. داخلين على منطقة القومية، المنطقة هنا اسمها القومية العربية، هي إمبابة يعني، في نهاية إمبابة زي ما انتم شايفين، ده خط المترو هو اللي معدي فوق الدهلي، ودي دي آخر محطة في المترو هنا يعني. بعد القومية احنا خلاص كده داخلين على محور تحيا مصر أو محور رود الفرج زي ما بيقولوا، اللي هو يعتبر طريق الضبعة يعني. أنا دلوقتي داخل عليه، هو الكوبري اللي في الوش ده، لو دخلت يمين بيكون قدامي حلين، يا ألف واطلع في اتجاه طريق اسكندريه الصحراوي اللي هو محور الضبعه اللي بيوديك على الضبعه ومرسى مطروح ينزل الطريق الصحراوي، او في اوبشن تاني ان انت تدخل على القاهره تنزل منطقه المظلات، وهو لو دخلت يمين من اللي جاي ده يعني بتعدي طبعا النيل، لكن معلش هي الكارت عليه 20 جنيه فعشان كده الناس ما بتستبر الوراق زي ما انتم شايفين فوق النيل، وعلى يميني كده جزيره الوراق المفروض هيتعمل عليها المشروع. جزيرة البسوس. البسوس ودي قرية كده على اليمين، هي البسوس دي فيها طريق، أو هي نازلة اللي على اليمين دي بالظبط. ده الطريق اللي بيودي على القناطر الخيرية. طبعًا كده وصلنا نزلة الزراع القديم ونزلة المؤسسة، يعني هي نزلة واحدة بتنزل يمين بتدخل يمين كده. دي بتوديك على وقدام بتلاقي في مفارق، لو عايز تروح لمؤسسة شبرا داخل القاهرة، أو تلف شمال من تحت الدائري كده بتكون في اتجاه اليوب، واتجاه بقى طريق الزراعة القديم بنها واسمة بركة السبع طنطا. زي ما انتم شايفين على الشمال المفروض هيكون ظهر معاكم عمدان الهاي ماست، الأعمدة اللي هي هتتركب على الدائري اهوت على الشمال اهيت، هما ركبوها لحد هنا. ومن اول هنا هنلاقي بقى توسعات الدائري اللي عملنا عليها فيديو قبل كده، هنلاقي الشغل بادئ وشغال ونفذوا برضو اجزاء منه كبيره. طبعا مشروع صعب قوي في الشغل لانه شغال على طريق العربيات ماشيه عليه اساسا ومش عايز توقفه، وبعدين سلالم ومشاة تنزل وعندك عربيات تحت وعمارات وتقفل عليها تحاول تشتغل. زي ما انتم شايفين كده في على اليمين على طول في كوبري بيتعمل فوق الترع. طبعا مشروع التوسعه ده مشكلته ان في محاور مائيه كتير تحت، ترع مائيه تحت الدائري معديه. وزي ما انتم شايفين الاعمده خلاص معموله اللي على الشمال دي، الهاي ماست اللي بين الطريقين، بس لسه الاداره ما ركبتش. لكن على اليمين خالص باين الشغل اهوت. التوسعه هتكون قد ايه؟ حوالي هيضيفوا هنا حوالي 4 حارات، ما اعتقدش ان هي تقل عن كده. زي ما انتم شايفين بيعملوا حوائط خرسانه او الجوانب السامده يعني خرسانه، وبعد كده بيعملوا بيحط فيها رمل احلال ويبداوا رصف. لكن قبل ده كله لازم بيكونوا عاملين كباري على كل المحاور المائيه او الترع المائيه يعني، والطرق اللي هي تحت الدائري. احنا كده داخلين على طريق الزراع الحر، دي منطقة أم بيومي أو هم سموها منطقة تحيا مصر، فيها برضو شغل كتير على اليمين اهوت. زي ما انتم شايفين هتلاقوا أماكن الكباري. أنا رحلتي هتنتهي هنا، هدخل على الطريق الحر، وهنا خدت بالكم برضو أقول عليه، ده محور بيوديك على مصر الجديدة. لو دخلت يمين كده هتلاقي زي ما انتم شايفين مصر الجديدة مسترد ومصر الجديدة، ده اسمه محور محمد العصار على فكرة، محور جديد تماما، ممكن نبقى نعمل عليه فيديو تاني ان شاء الله. بيوصلك روكسي
لكن انا كده خلاص، انا كده في اتجاه الطريق الزراعي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير عشان نقدر نستمر. ومع السلامة.